السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل مع شرح مقرر ميكانيكا 2، حيث وصلنا المرة الماضية إلى الجزء السادس من الوحدة الثالثة بعنوان الحركة الدورانية، ونصل الآن إلى الجزء السابع والأخير من هذه الوحدة. رأينا في المرة الماضية كيف نحسب عزم القصور الذاتي وطاقة الحركة الدورانية لدوران منظومة ميكانيكية مكونة من أجسام متباعدة، وسنرى في هذا الجزء الأخير كيف نبحث عن عزم القصور الذاتي لجسم جاسئ ممتد، يعني عكس المرة الماضية جسم جاسئ مكون من يعني منظومة ميكانيكية مكونة من أجسام متباعدة، مثل ما رأينا جزيء الأكسجين مكون من ذرتي أكسجين متباعدتين إلى آخره إلى آخره. طيب، إذن يمكن حساب عزم القصور الذاتي لجسم جاسئ ممتد، يعني جسم ممتد بهذا الشكل ليس جسم مكون من جسيمات متباعدة، بتقسيم الجسم إلى العديد من العناصر ذات الحجم الصغير. كل عنصر من هذه العناصر كتلتها دلتا ام اي، وباستخدام التعريف عزم القصور الذاتي اي يساوي نهاية مجموع Ri تربيع دلتا ام اي عندما تؤول دلتا ام اي الى صفر. إذن اي تساوي تكامل ار تربيع دي ام. طيب، لو كانت راو هي كثافة الجسم وفي هو حجمه، فإن راو تساوي ام على في، الكثافة تساوي الكتلة على الحجم، وبالتالي يمكن صياغة عزم القصور الذاتي للأجسام الممتدة أو المتصلة أو المستمرة كالتالي: I عزم القصور الذاتي I يساوي تكامل راو R تربيع DV. طيب، هنالك نظرية مهمة جدا تمكننا من حساب عزم القصور الذاتي لدوران الجسم حول أي محور اختياري. طيب، إذا كان لدينا جسم ذو شكل هندسي بسيط يعني عالي التماثل كتلته M، فيمكن حساب عزم القصور الذاتي حول أي محور اختياري. المهم أن هذا المحور الاختياري سيكون موازي للمحور الذي يمر من مركز الكتلة. طيب، نفسر أكثر. نفترض أن عزم القصور الذاتي حول محور يمر من خلال مركز الكتلة، مهم جدا. لدينا عزم، يعني عزم القصور الذاتي حول محور يمر خلال مركز الكتلة لجسم ما معلوم هو ICM، CM Center of Mass. تنص النظرية، نظرية المحور الموازي، تنص النظرية على أن عزم القصور الذاتي حول أي محور موازي لهذا المحور ويبعد عنه مسافة D يعطى بالعلاقة التالية: عزم القصور الذاتي حول محور يمر من زد وموازي للمحور اللي يمر من مركز الكتلة يساوي عزم القصور الذاتي لدوران الجسم حول المحور اللي يمر من مركز الكتلة زائد كتلة الجسم M مضروبة في تربيع المسافة الفاصلة بين المحورين المتوازيين. طيب، ننهي هذا الجزء وهذه الوحدة برمتها بجدول نلخص فيه عزوم القصور الذاتي لبعض الأجسام الجاسئة المتجانسة العالية التماثل، يعني أشكال وأجسام يعني عالية التماثل، مثلا استوانة مفرغة، طوق أو قشرة استوانية، لوح مستطيل، استوانة صلبة إلى آخره إلى آخره إلى آخره. إذن هذا جدول يلخص عزوم القصور الذاتي لأجسام جاسئة متجانسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.